دكتور؟ نعم هيك بنتهي الدرس؟ اه بس الاول طيب. الناس تخلص وتبعت لي، انا منتظر الناس تخلص. احنا بس شرحنا الاريثماتيك اوبريتورز، قلنا ازاي بتجمع الناقص والضرب والقسمه العاديه في اكسور، ودي المودولس باقي القسمه الصحيحه خلاص، وقلنا دي اسمها انتجر ديفيجن، عشان بس دي يمكن في الفيديو ما تسجلتش للاسف، انا بعيد على السريع يعني اللي ضاع في الفيديو بس الاريثماتيك اوبريتورز كنتش بسجل، فانا بعيد بس الشرح وانتوا اشتغلوا في الاكزامبل اللي قلت لكم عليه. فبقول ان ده بيجمع ارقام وده بيطرح وده بيضرب، وقلنا العلى بتقسم لمجرد بس عشان يبقى في الفيديو متسجله، قلنا لما نيجي نقول 15 على الخمسة طلعت لي بثلاثة، تمام 15 على الخمسة كانت ثلاثة، 16 على الخمسة بريس انتر طلعت لي 3.2 تمام، لان في كسر عادي، ده العلى العاديه جدا اللي هي اسم عاديه زي الكالكوليتر العاديه. في عندي مودولس بقى، لما اقول 16 مودولس يعني باقي القسمه الصحيحه على الخمسه. طب ما هي الخمسه يعني 15 على 5 فيها 3، لكن 16 على 5 هيتبقى واحد، هيبقى متبقي معايا ايه؟ متبقي معايا واحد، فلما ادوس انتر كده بيطلع لي واحد، يبقى المودولس بيطلع الباقي، باقي القسمه الصحيحه. باقي القسمه الصحيحه، ما تشوف بقى ونص وربع، لا لا القسمه الصحيحه، باقي القسمه الصحيحه. وشرحنا بعد كده اللي هو الانتجر ديفيجن، اللي هو لما اجي اقول 16، اما قلنا 15 على الخمسه بس ما اعمل علامتين اعلى كده، وعلى الخمسه طلعت معايا 3 لان هي فعلا ب 3، لو قلت 16 على الخمسه هتطلع معايا 3 برضه، لان ما بتهتمش بالفراكشن. تمام، دي بتضيع الايه؟ بتضيع الفراكشن اللي هي على دي اسمها انتجر ديفيجن. لو قلت 17 على الخمسة هتطلع لك برضو التلاتة، لو قلت 19 على الخمسة هتطلع لي برضو التلاتة، أول ما أقول 20 على الخمسة دي هتطلع معايا 4 اللي هي على الانتجر ديفيجن، لأن هي بتهتم بالإيه؟ بالرقم الصحيح بس. دول اللي إحنا شرحناهم في الانتجر ديفيجن. قلنا برضو الأوامر اللي بنكتبها هنا على الشيل هنا على طول مباشرة دي أوامر بتروح، أما لما يكون برنامج متكامل بنعمل من فايل نيو فايل ونكتب الكود. طلبت منكم دلوقتي برنامج تنفذوه واحنا قاعدين على اللايف كده، قلنا البرنامج المطلوب من سيادتكم انتوا المفروض دلوقتي بتحلوه وانا في انتظاركم، قلنا هتطلب من اليوزر 3 نمبرز، اطلب من المستخدم خد منه 3 ارقام، قول له لو سمحت دخل الرقم الاول وخده، خد لو سمحت دخل الرقم الثاني وخده، لو سمحت دخل الرقم الثالث وخده، وبعد كده اعمل السم، جيب المجموع وجيب المجموع وبرنته يعني، واطبع المجموع تمام، يعني جيب المجموع واعمل برنت للمجموع، بعد كده جيب الافريج المتوسط واعمل ايه وبرنت المتوسط، هو ده البرنامج المطلوب منك. تاخد من اليوزر ثلاث ارقام، تاخد من اليوزر ثلاث ارقام وبعد كده تجمعهم وتطبع المجموع، وبعد كده تجيب المتوسط وتطبع المتوسط، المتوسط هو المجموع على العدد. اشوف بس الناس بدات تبعت لي. دكتور ارسل لك يا وين؟ نعم عملته عشان ارسل لك يا وين؟ عشات؟ اه عشات كملف او ابعت الكود كده على طول بالنظر كده على السريع، هو اشتغل معاك كله تمام؟ اشتغل. عايز تشير السكرين ماشي، عايز تبعت كده الكود في الشات ماشي، يعني اي حاجه اللي انتوا عايزينه. ماشي دكتور ارسل لك اعمل لك سكرين كما تحب، سكرين تبعت الفايل تبعت النص تشير السكرين اللي انت عايزه. خلاص ببعت لك نص الواتساب. الواتساب ابعتوه هنا وتعطوه في الشات هنا، حتى في الشات اللي هو بتاع ال بظبط. طيب ابعت لك اياه عادي عادي، ما فيش ما تقلقش يعني عادي، حتى لو بعته في الجروب يعني ده في موضوع العلم يعني ما فيهوش مشكله. نعم ممتاز، خلاص انا عرفت ان هو صح، مفيش اي مشكله. نعم ممتاز. حضرتك مين؟ انا بس معلش واخد بالي. رامي 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 ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ رامي. منين يا استاذ رامي؟ من الاردن والله دكتور. اهلا بيك واهل الاردن كله. الله يسلمك. طيب. احمد عبد العزيز بعته برضه اكس 1 بتساوي انت انبوت واكس 2 اكس 3 وبرنت السم بتساوي المجموع دوت وافريج على الثلاثه وبرنت الافريج مطلوب. تشكر يا ابو حميد. كتب بشكل اخر ولكن شكل جيد. انتوا خدين بالكم انا عايز ده انتوا تشوفوه.
شايفين الاوضاع، واحد كتب بشكل واحد كتب بشكل تاني، والاثنين صح. طبعا يعني السبيسنج وكده، يعني انا انوه بس كده على ما بيت زماننا يحله، ان انا ما بحبش الايه السبيسنج. طبعا هو هنا بس عشان يعني ايه، يعني مثلا لما تيجي تعمل برنامج زي كده يعني ما يفضلش انك تعمل انت وتاخد سبيس وتفتح الكورس. انا بنوه طبعا تنويهات عامه عشان يعني تبقى مفيده للكل يعني. طالما دي فانكشن ما تعملش سبيس الفانكشن وافتح كورس على طول، فهمتني؟ ده يبقى افضل. طيب هقول تاني. طيب تمام، الكود اللي بعته ايوه الكود اللي بعته دكتور طه، ممتاز تمام مظبوط. بس ناخد بالنا من السبيلنج عشان ما يعملناش مشاكل بعد كده. تمام، وانت كاتب هنا نمبر كده وهنا كاتب نمبر كده، فيعني يا ريت نبقى ثابتين على الكلام يعني. استاذ رانيا بعت اكس ب 10 واي ب 5 ار ب 2 ده المجموع. طبعا هنا المبعوث ده استاذ رانيا المفروض تاخد بالك اكتر من كده، لان احنا كده عندنا مش كامل. انت ما خدتيش من اليوزر في نفس الوقت عملت الصم ما جمعتش كله، فيعني ايه خدي بالك. طيب استاذ محمد طه مظبوط مظبوط مظبوط. طيب كمان تمام كويس جدا جدا. استاذ اسماعيل حل المثال تمام كويس. تقريبا كده انا يعني في حد لسه عايزنا استناه؟ كل الناس كده يعني عرضت لي الاكزامبلز يعني. مين تاني؟ السمير تمام. سمير عندك مشكله؟ ممكن يكون في حرف ولا حاجه. طيب استاذ سمير عنده مشكله، فانا هاخد الكود بتاع استاذ سمير كده كابي، اعمل بيست، شوف كده ال اللي هو فبيقول ان في عنده خطأ. طيب نشوف الخطأ بتاعه. هو هنا بيقول انبو، يعني انت الغلطة عندك، انت قايل كاتب برنت، المفروض تبقى انبوت صح؟ احنا البرنت في الاخر، احنا هنا كل واحدة بنعمل لها ايه؟ انبوت. وكده خد هو برضه هنا اشتغل على الافرج على طول ونسي نسي الصم. ده مش افرج، ده صم ده. صح؟ فانا اعمل ده صم واقوم جاي اعمل افرج، الافرج يساوي الصم على الثلاثة. صح كده؟ وبعد كده بقى اطبع مين؟ اطبع الصم وبعديها اطبع الافريج. اسيب وادوس في 5، قال لي دخل الرقم الاول طول 12، الثاني 12، الثالث 12، قال لي يبقى المجموع 36 والمتوسط 12. مظبوط. الحته اللي كنت بكلم فيها الشخص مش عارف مين كان نسي، بقول له انا ما بحبش الفانكشن بس تعمل فيها السبيس دي. يعني برنت برنت افتح قوس واطبق ايه بعد على طول، لكن يفضل ما تعملش السبيس دي ما بين اسم الفانكشن وما بين القوس بتاعها، يفضل يعني. لكن هي ما بتعملش ايرور يعني، لكن كتنسيق. وبرده زي ما انت شايف كده يعني، خلي الكود بتاعك مرتب زي ما انت شايف. مثلا انا برتب الكود خلاص يعني، انت بحيث ان لو في اي خطا من الاخطاء عينيك تقدر تجيب الخطا بسهوله.
فكل ما رتبت والكلام بتاعك بقى مرتب، كل ما كانت لو في اي اخطاء بتتكشف معانا بسهوله. تمام كده؟ طيب في اي حد تاني؟ عمر. معلش انا نسيت حاجه تقريبا، نسيت الانت، نسيت اضيفها. تمام صح كده، في غلط تاني غير كده؟ استاذه نجلاء، نون انبوت انترفيس نمبر والسكند نمبر والثيرد نمبر وعملت الصم مظبوطه، بس يعني انت عندك بس ما عملتيش الانت الفانكشن بتاعت الانت وما عملتيش الابرج، عشان كده ممكن تكون فيها مشكله. اما بالنسبه بقى لمين تاني كان عايز يسال على عنده خطا؟ استاذ عمر عمل انبوت ونسي الانت برضو. انا كنت لسه بقول ايوه نفس الفكره، وبعد كده ايه ما طبعتش ولا الصم ولا الابرج. ما طبعتش. تمام ايوه صح ده ان شاء الله هتبقى الدنيا معاكم. تمام ماشي بقى، انا يعني هستاذنكم بقى كده ان شاء الله، وان شاء الله الجزء الثاني الجديد هيتبعت لكم على الجروب، وبالتوفيق، وهيبقى في اكزامبلز بقى تحلوها في اخر الفيديوهات من اول المره دي ان شاء الله. تحلوها وتبعتوها لي على الخاص يبقى نشوفها، ولو في اي خطا هنحله مع بعضنا في المحاضره القادمه باذن الله. تمام يا شباب؟ شكرا دكتور، الله يعطيك العافيه. شكرا لكم جميعا. الله يجزيك الخير. اي سؤال او اي حاجه او اي توجيه او اي ملاحظه؟ بس هو النت اليوم كان ضعيف شوي على الجميع. معلش يعني ساعات بتحصل كده بس ممتاز شكرا دكتور، لما غيرت مكان ممتاز صار اصبح. طيب الحمد لله. الله يجزيك الخير. وياك يا رب وياك. مع تمام، شكرا لكم جميعا، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وان شاء الله اللينك حتى بتاع المحاضره بتاعه النهارده هيكون على الجروب كمان شويه باذن الله. ان شاء الله، الله يجزيك خير. شكرا. جزاكم الله خير، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.